سأقول لك شيء أخي، لماذا الآن التوقيت بالذات؟ عندنا معلومات سوف تتأكد قريبا أنه كان هناك لقاء بين عناصر وفد من المخابرات الأمريكية والمخابرات الفرنسية مع جنرال توفيق وجمعته لكي يحضروا لمن؟ أين هذا اللقاء؟ سأقول لك، لكي يحضروا ملء الفراغ على كرسي الرئاسة ويحققوا التوازن بين جناحين، جناح قيادة الأركان وجناح الرئاسة. أها. وأخشى ما أخشاه أن يكون هناك اليوم اتفاق، تم اتفاق بين قيادة الأركان وبين فلول المخابرات لتمرير المادة 102 وبالتالي إعادة تخليق النظام بطريقة معينة. هذا الذي أخشاه وهذا الذي سوف تظهر خيوطه. أنا أقول لك تفعيل المادة 102 إذا لم ترفق بتحديد المسارات الثلاث وتبنيها من طرف قيادة الأركان أن المسار مسار تحرري من دولة عميقة اعترف رموز النظام أنها موجودة وأنها خائنة وأنها عميلة وأنها فاسدة، أن يتوجه إلى تحييدها ومحاربتها مع الشعب الجزائري، والشعب الجزائري يفوض القضاة السلطة القضائية لذلك. المسار الثاني هو حماية. قبل المسار الثاني في ثقة بالجسم القضائي، فيه امتحان، فيه امتحان كما هو امتحان للجيش. الشعب الآن يمتحن الجميع في المساره التحرري، سيمتحن الجيش إذا وقف معه، سيمتحن القضاة إذا ذهبوا واعتقلوا رؤوس الخيانة والعمالة والفساد والاستبداد. إذا هذا المسار الثاني. المسار الثالث أن يقف الجيش ومؤسسات والأسلاك الأمنية تحمي الحراك الشعبي وتطالب بإبقائه في الشارع إلى أن يأخذ وقته الكامل في تخليق حله من الداخل وإخراج ممثليه. عند ذلك يكون الجيش بطل ويكون القضاة أبطال ويكون الشعب الجزائري بطل ونذهب إلى مستوى التحرري واسترجاع السيادة. إنها لعبة إخضاع الشعب الجزائري الذي إن نجح. هذا تخويف للجزائريين أم تنبيه؟ ليس تخويفا، إنما هي صرخة نذير. أبلغ إيادا وخلل في صراطهم إن الأمر إن لم أعص قد نقع. هذا الروح التي جاءت مع الشعب الجزائري هي روح نوفمبرية، إذا نفخت ونجحت سوف تنفخ الروح النوفمبرية التي ضد الإمبريالية وضد الاستبداد من الجزائر إلى فلسطين إلى جاكرتا إلى كل المستضعفين في الأرض. هم يرون ذلك ما يرونه وما لا نراه، لكن الشعب الجزائري واعي وسوف لن يرضخ، وسنقاوم وسنسترجع السيادة مهما كلف ذلك ثمنا أو طال زمنا.